الأمور جاهزة دكتور، إن شاء الله نبدأ على الساعة 9 بالضبط. خلاص قد ايه؟ خلاص نبدأ. ممكن نبدأ دكتور، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإخوة والأخوات في كل مكان في كل زمان، والأصدقاء والأحباب في كل زمان في كل مكان. يعني أتمنى لكم يكون أيامكم سعيدة وهانئة ومطمئنة وفيها أمن ورخاء وسلام لكم جميعا. اليوم زي ما احنا شايفين من اسم المحاضرة إنها مهمة جدا بالنسبة للعمل الخيري في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله، اليوم باللغة العربية وغدا إن شاء الله باللغة الإنجليزية، وهي من يحاسب الأمناء؟ طبعا الأسئلة اللي جات لي كثيرة من بعض الشباب المتحمسين المتطوعين والعاملين في العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي في أماكن مختلفة، فجمعتها بالتعاون معهم. زي كان مش كاتب أسماء كثيرة جدا من اللي جات لي منهم الأسئلة، لكن الوحيد اللي كان ساعدني في العمل الإخراج الفني كان هو علي الشوة زي ما احنا عارفين في كل مرة. فاليوم تصبروا معي لأنهم 11 نقطة، 11 نقطة هنتكلم فيها مع بعض على الأمناء ودور الأمناء إلى آخره. الصراحة 11 نقطة بتلخصوا في المقدمة، وما هي الأمانة، الأمانة في الولاية، الأمانة في الأخلاق، الأمانة في عدم الخيانة إلى آخره، من هم أمناء المؤسسات الخيرية، من هم التنفيذيين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وما علاقة التنفيذيين والأمناء داخل الجمعيات، ودور الأمناء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات، وكذلك خصائص الأمناء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات، وأين توجد المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها، وما هي المشاكل التي نواجهها حاليا داخل المجالس العليا وخاصة مجالس الأمناء، ثم من يحاسب الأمناء، ثم ما هو الحل. 11 نقطة مهم جدا أننا نصبر مع بعض علشان ننقل الخبرات اللي انا اتعلمتها من الشباب كامثالكم اللي اتتني، والخبرات اللي اتعلمتها فبحاول ان انا انقلها لكم. نبدا على بركه الله. الصوره دي طبعا ممكن كل واحد فيكم، انا في الصوره اللي مش شايفين الصوره في الفيسبوك، هي صوره لترامب وصوره لبايدن وصوره لبيت الحكمه في بغداد. اللي عايز يتابع الشرائح يخش على الزوم ويشوف العرض بتاع الشرائح. طبعا نرجع مره اخرى نقول احنا بنهنئ العرس الديمقراطي اللي حصل في امريكا واللي استمر لمده شهور واسابيع في شفافيه عاليه جدا جدا جدا. شارك في هذا العرس الديمقراطي حوالي 150 مليون، 150 مليون يعني قرابه نصف العالم العربي شارك في العرس الديمقراطي ده، اللي هو 150 مليون نسمه او مواطن امريكا، يعني حوالي 45% من نسبة الشعب الأمريكي اللي موجود هناك. ليه؟ لأن هم المواطنين الأمريكيين بيحاولوا يعينوا أو ينتخبوا من سيكون أميناً على مقدرات الوطن وعلى حماية الوطن وعلى رؤية الوطن وعلى مؤسسات الوطن، فهي أمانة، أمانة بيكلفها المجتمع بيحملها المجتمع الأمريكي لإما جو بايدن أو ترامب. وطبعاً وزي ما إحنا عارفين النتائج هي كانت في صالح الرئيس جو بايدن الآن. طب إيش دخل بيت الحكمة في بغداد، وإيش دخل هارون الرشيد في بغداد إلى آخره؟ طبعا أنا في العشر أيام اللي فاتت كنت يعني عنيةً كنت رافض إن أنا أتابع المتابعة اليومية اللصيقة لحركة التصويت وحركة الانتخابات. ليه؟ لأنها تشغلني عما أريد أن أقوم به أنا كمهمة لي شخصيا. ودي للمرة الثانية في حياتي تواجهني مشكلة كهذه. أنا في عام 1991 كنت أنا ساقط في رسالة الدكتوراه، بحاول إن أنا أكتبها مرة أخرى عشان أقدمها، وحصل إيه؟ الحرب في العراق، وكان سي إن إن أول مرة تطلع حاجة إيه على الهواء مباشرة. كنت انا وزميل ليا كان هو بيعمل الدكتوراه في البكتيريولوجي البكتيريا، وانا بعمل دكتوراه في الباثولوجي، وهو انشغل بالسي ان ان ونسي تماما الرساله بتاعته. انا ما نسيتش، انا كنت باجي كل يوم الساعه 11 12 بالليل او واحده صباحا، ارجع بالليل واتفرج على ملخص الانباء وبعدين ايه اتفرج عليه وانام، واروح تاني يوم للايه للجامعه. كنت انا محدد المهمه بتاعتي،
هنا انا وجدت ان اغلب اللي كان كل المحطات العربيه كانت منشغله انشغال غير عادي بالانتخابات في امريكا، ونسيت قضايا كتيره جدا، نسيت. انا ما عندي مشكله ان الانتخابات هي تعتبر شيء حدث كبير جدا وحدث عظيم ودوله قويه ودوله عظيمه اخو دوله معاها، لكن انا ما انساش الملفات الاخرى اللي همشت وغيبت عن الساحه دي. فلذلك انا في الفتره دي بالذات عنيه في الفتره دي بالذات عملت ايه؟ ان انا ركزت في اللي انا كنت عايز اعمله. دي رساله للشباب، انك تركز في مهمتك اللي انت عايز تنجزها، وفي نفس الوقت وانت بتركز فيها تحاول انك تشغل نفسك بشيء اخر. اشغلت نفسي بالصوره الثالثه اللي موجوده قدامكم، اللي هي صوره بيت الحكمه اللي انشاه هارون الرشيد في بغداد في ايام اثناء خلافته، اللي هو كان مركز للعلوم والمعرفه، سواء علوم ثقافيه او علوم معرفيه او علوم طبيه او علوم تطبيقيه، تكنولوجيه، ادبيه، فنيه، ثقافيه، كل الحاجات دي كلها. ليه انا انشغلت بمشاهده هارون الرشيد في الوقت ده؟ علشان اسلي نفسي في وقت الصراع ما بين الكبار اللي قد ممكن يشغلني عن رسالتي الاساسيه، وفي نفس الوقت عشان اتعلم جزء من التاريخ. بعض الناس هيجي يقول لك طب انت هتتعلم التاريخ من اللي هو التمثيليات اللي موجوده سواء كانت مصريه او عراقيه او خليجيه الى اخره. لا، يعني 40 ل 50% من هذه التمثيليات المعلومه فيها بتكون صادقه، وال 40 ل 50% 50% الثانيه بتكون دراما والحبكه الدراميه. لكن هذا الرجل رحمة الله عليه ظلم في التاريخ، ظلم ووصف بانه يعني زير للنساء، ووصف انه يشرب، ووصف انه مسرف الى اخره، ولم ينصفه التاريخ انه كان يصلي كل يوم 100 ركعه، وفي نفس الوقت كان يحج كل عام والتاني، وكان يتصدق، وكان يغدق على الناس الفقراء والمساكين، وعمل نهضه علميه غير عاديه في المنطقه. بس انا قلت الرساله دي للشباب، لان ان اردت ان تكون رائدا وقائدا فعليك ان تقود الركب، وإن أردت أن تقود الركب عليك أن تجعل من حولك ومن بعدك يسيرون من خلفك، ولا تسير أنت كأمعة خلف الآخرين. بس ده المقدمة بالنسبة لنا، وطبعا نتمنى أن العرس الديمقراطي اللي حصل في أمريكا ده يحدث في أي دولة عربية أو في كل الدول العربية أو في العالم كله، لما بيحدث في بعض الدول وللأسف هي الدول الأوروبية وليس دول عربية أو إسلامية. نخش بقى لإيه؟ للمحاضرة بتاعتنا أو الكلمة بتاعتنا اليوم. المقدمة، المقدمة دي أرسلها لي أحد الشباب اللي هو أخونا جمال، الشاب اسمه شاب جميل، جمال ترك، كان بيشتغل في كثير من المؤسسات الخيرية في بريطانيا، وقال فيها إيه؟ قال لك في أغلب الأحيان يعطى الأمناء الصلاحية المطلقة. ما فيش حاجة اسمها صلاحية مطلقة أبداً 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 أبداً. حتى الأنبياء كانوا بيتابعوا وبيسألوا وبيسألوا من ذويهم. في أغلب الأحيان يعطى الأمناء الصلاحية المطلقة فيتصرفون بالمؤسسة ككاس كملك خاص لهم، كملك. والمؤسسة، المؤسسة مهما كانت، المؤسسة هي ملك المجتمع وملك الفقير وملك الأرملة وملك اليتيم إلى آخره إلى آخره. في أغلب الأحيان يعطى الأمناء الصلاحية المطلقة فيتصرفون بالمؤسسة كملك خاص لهم، فهم فوق الشبهة وفوق الحساب وفوق القانون. ده بيعرض مسؤولية كبيرة جدا علينا كمجتمع، لا كيف نحاسب الأمناء في داخل هذه المؤسسات. دي نمرة واحد. فبيستفسر هو أخونا جمال، بيقول لكم إيه؟ بيقول إن إحنا ليه ما نحاسبهمش زي الجمعيات العمومية للشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى اللي بتطلع تعقد الجمعية العمومية فيحاسب الهيكل الإداري داخلها. هذا ليس في كل الجمعيات الخيرية اللي موجودة في العالم. أغلب الجمعيات الخيرية اللي موجودة في العالم اللي الخيرية هي بتدار بمجلس أمناء، قليل منها الذي يدار بمجلس إدارة، ومن خلال مجلس إدارة بيكون في مجلس إداري، سوري، بتدار من خلال جمعية عمومية، ومن خلال جمعية عمومية بيكون في مجلس إدارة، من خلال مجلس إدارة بيكون في مجلس تنفيذي. فدي من أقوال بعض الشباب اللي جات لي، وأنا في تصرف ذكرت اسمه لكم، لان اغلب الكلام اللي بيجي لي ما هوش كلامي انا، هي اقتراحات من الشباب. كان بس نرجع الايه النصاب الى اهلي. في بعض التعريفات للامانه، احنا نتذكر الحديث الشريف، الحوار اللي حصل ما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابي ذر الغفاري. ابي ذر الغفاري كان احد اول 10 اسلموا في الصدر الاول من الاسلام في مكه، ورجع بعد ان قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع لقبيلتك مره اخرى، ورجع بعد ان هاجر المسلمين للمدينه واتى بقبيلتين غفار
واسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهوره في بدر: غفار غفر الله لنا لها واسلم سالمها الله. ابو ذر كان بيحس ان هو رجل ثوري، رجل اشتراكي، رجل مجتمعي كما كان يسميه بعض المؤرخين. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تجعلني، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تستعملني، يعني عيني بقى، اعملني والي، اعمل لي امير، اعمل لي مسؤول، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا في احد المدن بعد الايه الفتوحات ما بدات تفتح او الى اخره. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي، يعني على رجليه كده، وقال له: يا ابا ذر انك ضعيف، انك ضعيف، مش ضعيف يعني في البنيه، لا ابدا، ضعيف في القدره على اداره المجتمعات، ضعيف في القدره على. وده هو بيكلم مين؟ بيكلم في احد العشره الاوائل الذين اسلموا في صدر الدعوه الاسلاميه في مكه. فضرب بيده على منكبيه ثم قال: يا ابا ذر انك ضعيف، وانها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها، يعني من كان قادر على حمل مثل هذه الامانه وادى الذي عليه فيها. يعني ده كانت نصيحه ابو ذر لاحد العشر، احد العشره الاول الذين اسلموا في صدر الدعوه الاولى. امر الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نؤدي الامانه، يعني ايه؟ يعني نؤدي الامانه الى، يعني نوصل الامر الى اهله، نؤدي الامانه الى، يعني معناها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء 58 بيقول: ان الله يامركم ماذا؟ ان تؤدوا الامانات، يعني معناها انك تعطوا هذه الامانه لمن يستطيع، ومن يكون له، من يكون له او لها القدره على حملها، من يكون له او لا القدره. وده اللي حصل في العرس الامريكي الكبير اللي كان فيه صراع، يعني شبر بشبر وذراع بذراع وصوت بصوت ودقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه ما بين الرئيس بايدن وبين ايه الرئيس دونالد ترامب. فده بالنسبه للامانه والحب، الامانه والحب. الامانه اخلاق كذلك، ربنا وصفها ووصف كافه الانبياء او كل ابو الافئده. ففي سوره الشعراء 107 من ابرز اخلاق المسلمين في سوره الشعراء، كان منهم سيدنا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكل واحد فيهم قال لقومه ايه؟ اني لكم رسول امين، انا رسول وفي نفس الوقت امين، انا مش كذاب، انا امين ومؤتمن على مجتمعكم، مؤتمن على اسراركم، مؤتمن على كل شيء. فدي كانت صفه من صفات الانبياء. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام في سورة الدخان 18 قال لفرعون برضك: إني لكم رسول أمين. وكذلك هذه الصفة هي صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وينزل عليه الوحي، وهو الأمين 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 صلى الله عليه وسلم. ودي كانت الصفات بتاعت الأمناء، بتاعت إيه؟ بتاعت الرسل والأنبياء. الله يبقى الأمانة ليس فقط هي صفة لنا احنا في الجمعيات، لكنها كانت هي صفة من صفات الرسل والأنبياء، وهي أيضا صفة من صفات الأمناء الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني المؤمنين، المؤمنين هي صفة، سوري، صفة من صفة المؤمنين. من هم المؤمنين؟ الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ودي في سورة المؤمنين. يبقى نتكلم هي خلق للرسل والأنبياء، وفي نفس الوقت هي خلق وصفة للمؤمنين من أمثالكم في هذا العالم الكبير. ايه ضد الامانه اللي بنتكلم؟ خيانه، يعني انت امين وانا خائن، خلاص. والخيانه تعد تاتي نتيجه ضعف الايمان او عدم الايمان بالمجتمع على الاطلاق. انا ليه بخون المجتمع؟ لان انا مش مؤمن بالدين. كافر بالمجتمع، كافر بالقيم، كافر بالاخلاقيات، كل الحاجات دي كلها. مش مهم ان انا اكون مسلم او غير مسلم، دي ما لهاش دعوه بالموضوع. الموضوع ان انا هذا المجتمع اللي انا عايش فيه انا اخونه اذا كنت انا كافرا بمقدراتي، كافرا باخلاقي، وكافرا بقيمي، وكافرا بنفسه، فلذلك انا بخون. يعني هو اما لضعف الايمان او لعدم الايمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ لا ايمان لمن لا امانه له، يعني اللي ملوش امانه ما عندوش ايمان، ولا دين لمن لا عهد له، اللي ما عندوش عهد ما عندوش دين. شفتوا قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ده في الحديث اللي رواه الامام احمد هو البيهقي، هو حديث صحيح: لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له. بل تضييع الامانه يعتبر علامه من علامات النفاق. ثلاثه او اربع علامه من علامات النفاق، هو اول حاجه اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، يخلف الوعد
ويخون الأمانة ويكذب. وفي حديث آخر وإذا خاصم فجر، وفي رواية أخرى حتى وإن صام وصلى وزعم أنها مسلم. يعني كونه بيصلي أو كونها بتصلي وبتصوم وتدعي أنها مسلمة فده لا يعني أنها أمينة، فتعتبر الأمانة تضييع الأمانة هي علامة من علامات النفاق، وهي علامة من علامات خيانة المجتمعات، خيانة المجتمعات، خيانة المجتمعات. إيه العلاقة بين الأمانة وعلامات الساعة، خاصة علامات الساعة الصغرى؟ احنا قلنا في أول حديث مع اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أبو ذر رضي الله عنه، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف يعني غير قادر على حمل الأمانة، خلاص؟ وإنها أمانة فأنت غير قادر، يعني أنت لا تصلح. نرجع هنا بقى العلاقة بين علامات الساعة الصغرى والأمانة. وهي من علامات الساعة الصغرى هي أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن يسند الأمر إلى غير أهله، وده معنى إحنا شايفينه في أماكن كتيرة 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 منذ عشرات السنين وأكثر من ذلك، وخاصة في الأماكن التي تدعي أنها مجتمعات إسلامية أو مجتمعات عربية والعياذ بالله. ولما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بيتكلم، النبي قاعد بيتكلم، قال له راجل أعرابي، قال له إيه الأعرابي ده، قال للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ردش عليه، وبعض الجالسين قالوا هو أعرض عنه، والبعض الاخر قالوا يعني ان هو ما سمعوش، او البعض الاخر يعني قال ان هم يعني ايه يعني زي ما بتقول ايه، وكان السؤال مش على هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل قاعد يفسر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لم يقبل هذا العرب. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهى من الدرس بتاعه كان بتاعه، قال ايه اين اراه السائل عن الساعه، يعني فين الراجل سالني عن الساعه ده، فقال له انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قول حكم وقول بليغ وقول فصل، قال له ايه؟ فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. اذا ضاعت الامانه بيننا فانتظر الساعه. فالراجل طبعا ثاني وثالث لانه ان هو الا وحي يوحى علمه وسائر القوه. قال له ايه؟ كيف اضاعت الامانه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا وسد الامر، الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني توسيد الأمر إلى غير أهله هو علامة من علامات الساعة الكبرى، وإن كنت أنت حافظ القرآن أو حافظ القرآن أو لابس حجاب أو لابس نقاب إلى أو رب لحية ومش رب لحية، مش مشكلة أنك تعطي الأمانة والمسؤولية لحد من قرايبك وهو غير كف وغير قادر، لحد من جماعتك وهو غير كف وغير قادر، او لامراه من معارفك وهي غير قادره وغير كفوء، كل هذا يعتبر يوسد فيه الامر غير، يعني معناه مع دي علامه من علامات الساعه الصغرى، وده في كل مجال سواء كان في الاعلام او في الادب او في الدين او في الثقافه او في الفكر او في الرياضه، في كل مجال او في السياسه او في الحكم الى اخره الى اخره. فإذا وصل الأمر إلى أهل غير فإيه؟ فإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونحن نرى هذا الآن، نرى هذا الآن من هذه الرويبضات التي تعتلي الكراسي والمناصب ولا تفقه شيء، إنما وصلها أمر هم ليسوا بأهلا له. والأمانة ثقيلة على الإنسان، فلا ينبغي تطلع المسؤولية والحكم إلا لمن كان وجوده داخل المسؤولية وداخل الحكم مهما في ذلك المنصب، هيمنع فساد، هيمنع جريمه، هيمنع كذا، هيمنع كذا، هيبني كذا، عنده او عندها رؤيه الى اخره الى اخره. اختلف العلماء كلهم في ماهيه الامانه، يعني ايه الامانه بقى؟ يعني ماهيه الامانه؟ في بعضهم قال انها الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، في اللي قالوا ان هو الامانه هي الدين كله. وفي قال انما امر الانسان به ونهي عنه، يعني اللي ربنا امر الانسان يعمله ونهى عنه. وفي قال انها غسل الجنابه، وفي قال انها امانات الاموال كالودائع وغيرها، وغير ذلك من الاقوال. القرطبي قال ايه بقى في تفسير الايه الكريمه اللي هي في الاحزاب 72، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها
واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قال ايه؟ والامانه هنا تعم 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 جميع وظائف الدين على الصحيح. الامانه تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الاقوال وهو قول الجمهور. يعني جمهور يعني ايه؟ يعني جمهور العملاء اللي بيفهموا اللي بيفهموا، مش بعض الناس يقول لك ايه نحن رجال وهم رجال. انت مش رجال خالص، انت ذكر، هم علماء وانت لست عالم، يعني وهكذا. فقال علي القرطبي رحمه الله عليه الامانه تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الاقوال وهو قول الجمهور. طيب ده بالنسبه لاختلاف العلماء في ماهيه الامانه. تعريف الامانه بقى في الاخر نتكلم فيه عشان ايه ننهي هذه النقطه في المدخل بتاع الامناء. كل ده ما يقول الامناء، لا ليه بنعمل الامناء؟ لان ده احنا نرى جمعيات خيريه تتحكم في عشرات او مئات الملايين من الريالات او الدراهم او الدينارات او الجنيه السلنيه او اليوروهات او الدولارات الى اخره الى اخره. طبعا ده مبالغ كبيره كبيره كبيره، في نفس الوقت في عشرات الملايين او اكثر من المتشردين والنازحين واللاجئين والفقراء والمساكين والايتام والارامل يحتاجوا هذه الايه الاموال لكي اكشولي لكي ايه يتمتعوا بانتاجات هذه المؤسسات. تعرف الامانه النهائي هو كل امر وكل الانسان القيام به شرعا او عرفا او عاده. كل امر، فان كل امر وكل الانسان القيام به شرعا او عرفا او عاده فقد وجب عليه القيام به. ده الامان، يعني ايه كل الامور دي كلها الواجب عليك القيام بها، يعني انت منع القيام بها. فالصلاه امانه، والغسل من الجنابه امانه، وحفظ الاسرار امانه، وتربيه الاولاد امانه، والوظيفه امانه، حفظ الودائع امانه، بل النفس نفسها، نفسي انا 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 واعضائي انا انا، عيني وداني ولساني ومناخيري وايديا ورجليا وقلبي ورئتيني. عشان اللي بيدخن يقول لك اصل الشيشه واصل في حاجات يعني فيري فيري هيلثي سموك، ده كلام كله فنكوش، ما قصيره يسكر قليله حرام. العين والاذن والجوارح والقلب والرئه وكل هذه الاشياء اللي بتدمر الجسم ولو على مده طويله جدا هي امانه يجب ان يحفظ. فعلى الانسان يجب ان يحفظ تلك الاعضاء من أن يستخدمها في غير ما خلقت له. شوف العلماء وسعوها إزاي. فالله الله في حفظ الأمانات ورعايتها وتأديتها على وجه المطلوب. شوف بقى قد إحنا وسعنا مفهوم الأمانة، لأن العالم بيفهم كيف يوسع نسيج الفتوى التي يخرجها المجتمع لكي يحتوي كل مشاكل المجتمع، لكي يحتوي كل مشاكل المجتمع. نتكلم بقى، نخش في الموضوع، من هم أمناء المؤسسات الخيرية والجمعيات؟ هم في أربع نقاط أنا هتكلم عنهم كمدخل لمن هم الأمناء. أولهم هم واجهة وصولة المؤسسة اللي بتعكس إيه؟ بتعكس تميز وتمايز المؤسسة. يعني ما إيه؟ ما نكونش إحنا لون واحد. لو كنا إحنا في بلد معين يعني في ثقافات مختلفة وفي أديان مختلفة وفي أعراف مختلفة وفي قيم مختلفة وفي تواريخ مختلفة وفي كذا، فلابد الجمعية بتاعتي الأمناء بتوعي يمثلوا هذا النسيج المتميز المتشابك المتميز. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هم اللي بيدافعوا عن المؤسسة، خاصة في غيابهم عن أنهم يكونوا موجودين داخل المؤسسة نفسها، فلما يكونوا من خلال مؤسساتهم بيشتغلوا فيها أو حينما يحضروا في مجالس أخرى أو يمثلوا المؤسسة يدافعوا عن المؤسسة، يكونوا من المدافعين عن المؤسسة في كل مكان يكونوا موجودين فيه. هم ايضا محافظون على تطبيق الاستراتيجيات، يعني ان هم وظيفتهم بتكون وظيفه يعني واسعه فضفاضه مش تنفيذيه، يعني المحافظين على تطبيق الاستراتيجيات العمل المؤسسي للجمعيه. وهم ايضا السلطه العليا داخل المؤسسه، اعلى سلطه داخل المؤسسه فوق السلطه التنفيذيه، هم يتساءلون امام الحكومه كذلك. يبقى هم الاربع نقاط دول كمدخل لمن هم امناء المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه سواء عندنا احنا او في العالم كله. مين هم التنفيذيين بقى؟ اللي هم الموظفين، هم القائمون على صيانة إيه؟ مسيرة بتاعت المؤسسية، يعني هم اللي بيحافظوا على إيه؟ على تطبيق القوانين، على يعني مراجعة القوانين، على تنفيذ المشاريع، على الحاجات اللي هي بتتعمل كل يوم داخل إيه المؤسسة.
القائمون على صيانة مسيرة المؤسسية داخل المؤسسات. هم يبذلون كل الجهد لرفع المعاناة، بيفكروا يشحذوا همهم وفكرهم إيه في ما هو أنسب مشروع لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ما هو أنجع مشروع للمياه، ما أنجع مشروع للزراعة، وهكذا. هم يبذلون كل الجهد لرفع المعاناة عن كاهل من؟ كاهل ملاك هذه المؤسسات. المالك الأول لكل هذه المؤسسات هو الفقير والأرملة والمسكين، وليس الأمين وليس المانح وليس إيه كل هؤلاء، إنما هم الفقراء والمساكين. وهم أيضا همزة الوصل، هنا المانحين وهنا الفقراء والمساكين، هم في النص. يأخذوا المال من المانحين ويحولوا مثل هذا المال إلى سياسات ومشاريع وخدمات اجتماعية للفقراء والمساكين. فهم في المنتصف ما بين المانح جزاهم الله خيرا والفقراء ربنا يرفع عنهم البلاء. يبقى هم همزة الوصل ما بين المانحين والفقراء المحتاجين، وهم المحافظون على مقدرات المؤسسة، يعني عشان ما يكونش في إسراف، ها، والمراعون لحقوق الفقراء والمساكين داخل دول. ده مدخل برضك في تعريف التنفيذيين عشان نعرف احنا بنتكلم مع مين. في كتلتين مهمتين جدا داخل اي مؤسسه، الكتله اللي هي التشريعيه اللي هي الامناء، وكتله التنفيذيه اللي هي الموظفين الى اخره الى اخره. طيب ايه العلاقه بين الاثنين؟ لابد ان تكون مبنيه على الثقه بين الطرفين. انا اذكر من تاريخي مع المؤسسه اللي انا كنت بترأسها منذ 12 سنه 13 سنه الاداره التسليميه، لو لم تكن هذه العلاقه بيني انا كرئيس جهاز التنفيذي وبين الامناء ثقه مبنيه على الثقه والاطمئنان، ما استطعنا ان نبني هذه المؤسسه اللي ان شاء الله تكون خالده باذن الله سبحانه وتعالى. ثقه معناها ايه؟ معناها اعطيك صلاحيه، ها، وفي نفس الوقت سلطه. ما فيش صلاحيه من غير سلطه، ما فيش سلطه من غير صلاحيه. ما فيش صلاحيه من غير سلطه، ما فيش سلطه من غير صلاحية. يعني انا بدي ايه؟ انا بدي للمدير العام وللموظفين وكل موظف في ادارته او في مكتبه أو في مشروع يعطى الصلاحية ويمكن، أو تعطى الصلاحية وتمكن، وتمكن يكون عندها سلطة وصلاحية، وأحاسب الموظف كرئيس مجلس إدارة أو رئيس مجلس أمناء، وأحاسب الموظف الصغير كمدير تنفيذي أو رئيس قطاع أو رئيس إدارة بعد أن ينتهي المشروع. يعني تمكين وصلاحية وإيه تاني؟ وسلطة. تمكين وصلاحية وسلطة. بناءً على الثقة. وطبعا انا بجيبهم ليه وانا ما بثقش فيهم؟ فلا بد وانا بعين هؤلاء الموظفين يكون عنصر الثقه هو الموجود بيني كامناء وبين الموظفين كموظفين قائمين على العمل. ايه بقى دور الامناء داخل الجمعيه؟ يعملوا ايه بقى الامناء؟ عشان بقى نمشي على الماشيين كده في التدريج مع بعض، ودي النقطه نمره 6 من 11 نقطه اللي احنا اتكلمنا عنها. اول حاجه يحافظوا على رساله ورؤيه وكمان. احنا بنقول في رساله للمؤسسه وفي رؤيه للمؤسسه وفي قيم المؤسسه، يراجعوها مع المجلس التنفيذي وما تدخلوش. يجتمعوا مع المجلس التنفيذي كل شهرين كل 3 اشهر يراجعوا تطبيق هذه الرؤيه والرساله وايه تحقيق قيم المؤسسه من خلال المشاريع الخدميه التي تقوم بها المؤسسه. دي نمره 1. نمره 2 يتابعوا تطور المؤسسه. انا بتابع الدخل، مش التطور فقط مش دخل مادي، لا، في تطور في الاداء، في تطور في كيفيه الابداع، في تطور في تحقيق الاهداف وقياس الاثر الى اخره. يبقى متابع التطور ونجاح او اخفاق المؤسسه كل حين ومين، يعني كل 3 اشهر او كل 6 اشهر بنرجع نشوف مثل هذه الاشياء، وليست متابعه فقط في الدخل المادي. لا تنخدعوا فقط بالدخل المادي، الدخل المادي جزء من مسيرة في التطور وليس التطور كله. نمرة 3 اللي هو دعم الإدارة التنفيذية، يعني أنا بعينك كإدارة تنفيذية أدعمك وأمكنك وأطلقك. نمرة 4 عدم التوغل في اتخاذ القرارات الإدارة التنفيذية، يعني إيه؟ ما تبقاش رئيس مجلس أمناء أو عضو مجلس أمناء إيده كده بتاكله على إنه طب دول بيعملوا إزاي؟ طب ياخدوا إزاي؟ طب لا، سيبه. انت قلت له نفذ لي المشروع ده في برنامج في بلد معينه، سواء كان في باكستان او في كولومبيا او في كوستاريكا او في جيبوتي او في الكونغو الديمقراطيه كذا، خلاص هنتابع معاك المسار بتاعه.
لكن انا مش كامين بقى انزل بقى واطلع على راسه. ولو كانت المشكله بقى ايه في بعض الامناء يقول لك ده اصل انا من بنجلاديش ولا من باكستان، طب ما انا انزل بقى واسال وطقص، ولا انا من مصر ولا انا من اليمن، وانزل بقى اشوفهم بيعملوا ايه. انت مالك انت؟ انت وظيفتك خارج مجلس الامناء مالكش وظيفه، وظيفتك تنعقد تكون موجوده وانت قاعد في مجلس الامناء. بعد ما ينتهي مجلس الامناء من اجتماعه انت ليس لك وظيفه الا ان تكون انت عضو مراقب للعمل ده الى ان ينعقد مجلس الامناء مره اخرى. لا اتدخل في القرارات التنفيذيه، ان انا كعضو مجلس الامناء او كرئيس مجلس الامناء ان انا ابني الثقه، ابني الثقه بين الموظفين بعضهم بعض وبين الموظفين ومجلس الامناء. لابد تتبني الثقه دي بان انا كيف ابني هذه الثقه مع مجلس التنفيذ بتاعنا. بناء الولاء والثقه بين الموظفين المؤسسه، وكذلك احب يعني احنا كان في منظومه كنت انا افتكرها في التسعينيات، كان دايما كلمه على لسان بعض الموظفين الكبار من فرنسا او من بريطانيا وكذا وكذا وكذا، كان لما بيقعدوا يتكلموا مع بعض اعضاء مجلس الامناء يقول لهم ايه؟ احنا ولائنا للمؤسسه. ففي ناس مش فاهمه كلمه ولاء يعني ايه؟ الولاء، الولاء لله. ايوه ما احنا مش مختلفين معاه، بس هنا الولاء لله سبحانه وتعالى دي ما فيش اي غبار عليها، لكن هنا انا مستأمن على مؤسسه فلابد يكون ولائي وانا في وظيفتي للمؤسسه بتاعتي ارضاء لله سبحانه وتعالى. بناء الولاء والثقه بين الموظفين والمؤسسه. نمره 7 التوجيه والمراقبه، يبقى انا اراقب واوجه. اراقب واوجه واقيم في اداره التنفيذ بتاعت المؤسسه. نمره 8 ايضا القيام بالزيارات الميدانيه للمشاريع لاستماع المستفيدين والعاملين وليس لتقييم الاداء واداره المشاريع. يبقى انا لما ازور مكان معين في بلد معين ما اخش بقى ايه اسال كده، لا انا بزور ولو في مشكله هرجع لمين؟ المكتب التنفيذي، اقول له في مشكله كذا 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 كذا، ارجوك روح انت اشتغل فيها، انا ما اتدخلتش فيها. انا وظيفتي كعضو مجلس امناء ان انا اجلب موارد بشريه. فانا سافرت مثلا، انا مثلا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا هولندا، وسافرت لجيبوتي ولا سافرت بنين ولا سافرت توجو ولا سافرت اي حاجه من الفرنكفونيه دي ولا مالي ولا سنغال، ولقيت في كفاءات عاليه جدا من الفرنكفونيين بيتكلموا لغه فرنسيه، واحنا ممكن نطلع لهم تاشيره عشان يروحوا يشتغلوا في مكتب رئيس فرنسا. اجي ارجع بهذه الكفاءات واعطيها لمين؟ اعطيها للمكتب التنفيذي لكي يرى كيف يستفيد من مثل هذه الكفاءات، وما اكونش انا اللي فارض عليهم مثل هذه الاشياء. وجلب الموارد البشريه والماديه للمؤسسه، فتح قنوات تواصل بينهم وبين الموظفين في مجال الاقتراحات فقط، يعني في جلسات بنجلس فيها مع الموظفين اخذ من المقترحات بمنتهى الاريحيه واعطيها لايه؟ للجهاز التنفيذي. نمره 11 العمل طبعا لازم يعملوا مجلس تنفيذي ولازم يعملوا هيكل للمؤسسه عشان كل واحد يعرف صلاحياته الى اخره. نمره 12 حمايه المؤسسه من اي فكر غير الفكر الانساني. انا دلوقتي في مؤسسه انسانيه فكرنا انساني، مؤسسه سياسيه فكرنا سياسي، مؤسسه دينيه فكرنا، وهكذا. يعني كل مؤسسه يعني الامناء دول هيحموا المؤسسه من اي فكر غير الفكر الاصلي التي تعلن عنه المؤسسه نفسها. وهنتكلم دلوقتي عن مؤسسات انسانيه مؤسسات خيرية. طيب ده بالنسبة للي هم دور الأمناء. 12 نقطة في دور الأمناء، 12 نقطة في دور الأمناء. خلاص يا شباب خلاص. طيب بعد كده هو إيه بقى خصائص الأمناء اللي إحنا عايزين نجيبهم دول اللي في بعض الناس يعني هقول لكم أنا كلمة اتقالت من 25 سنة بس اصبروا عليها 5 دقايق. اتقالت من 25 سنة في حوار مفتوح ما بين أحد مدراء المكاتب الكبرى واحد اعضاء مجلس الامناء. عشان اعين احد الامناء لابد يكون في بعض الاشياء اللي هي تعتبر اضافه للمؤسسه، منها بيكون عندهم خبرات متميزه. مش يجي اي واحد كده صاحبنا ولا جارنا ولا من جامعتنا ولا من شلتنا ولا من كذا نجيب نحطه، لا. يجب ان يكونوا عملوا في اكثر من مكان في مصر، حتى لو كان موظف، اذا كان مثلا طبيب او مهندس او كذا، ما يكونش قاعد في مكان واحد ما خرجش منه في ال 40 سنه اللي فاتت، يبقى رؤيته المؤسسيه ضيقه وضعيفه جدا على مستوى حاره او على مستوى البابل او الفقاعه اللي هو عايش فيها دي. يجب ان يكون ناجح في حياته الوظيفيه، مش يكونش فاشل. يعني معناه ايه ناجح في يعني انجز في حياته الوظيفيه اللي حياته اللي بياكل منها عيش،
انجازات كويسه. من افضل ان يحملوا درجات علميه عليا وكذلك درجات بعد دراسات بعد الدرجه الجامعيه. دول ده الكلام ده يتعرفوا عشان مين اللي كاتبه؟ الشباب اللي زيكم، الشباب اللي في العشرينات والثلاثينات، عايزين يشوفوا الامناء اللي بيديروا المؤسسات يكون فيهم هذه الكفاءات وهذه الخبرات. يبقى يمتلك خبرات متميزه، يكونوا عملوا في اكثر من مكان في مسارهم الوظيفي، يجب ان يكونوا ناجحين في حياتهم الوظيفيه. من الافضل ان يحملوا درجات علميه عليا وكذلك دراسات بعد الدرجه الجامعيه، بعد الدرجه الجامعيه. يجب ان يكونوا قد تطوعوا، عايز يشتغل في مؤسسه خيريه انسانيه تطوعيه، يكون هو تطوع اصلا. في مده لا تقل عن 5 سنين في اكثر من مؤسسه، في اكثر من مؤسسه. يعني يكون هو فاهم معنى التطوع ايه، فاهم معنى العمل التطوعي ايه، فاهم معنى العمل الاجتماعي والعمل الخيري. يجب ان يكون التطوع في مؤسسات مختلفه وليس مؤسسه واحده، على الاقل في 4 مؤسسات مختلفه. دي طلبات الشباب، مش ده مش كلام انا، دي مش صياغتي، والله ما هي صياغتي، دي صيغه الشباب اللي هم بعتوا لي الاشياء دي من افكارهم هم. من الافضل ان يكون بين اعضاء مجلس الامناء حاملي درجات عليا. ايوه احنا عايزين ناس عندهم درجات عليا، ايوه عندهم مهنيه، ايوه عندهم حرفيه، ايوه عندهم تاريخ، ايوه عندهم الى اخره في الدراسات العليا، وخاصه اذا كنا احنا بنتكلم في العمل الانساني في التنميه الدوليه وحل النزاعات ليه حل النزاعات؟ لان احنا عايشين في عالم كله صراعات مسلحه. من جهه، والجهه الاخرى اللي هي الكوارث الطبيعيه وبناء السلام واي مساق من مساقات العمل الانساني. يعني ما يجيش واحد كده طربوش في طربوش. بطلنا لبس الطرابيش. بطلنا نقعد مع الطرابيش الا اذا كان الطربوش ده في داخل الطربوش بتاعه، لو داخل مخه ده في شيء جديد احنا عايزين نستفيد منه. من الافضل ان يكون بعض اعضاء مجلس الامناء حاملي درجات في الدراسات العليا والتخصصات لذا التنميه الدوليه، حل النزاع، أو بناء السلام او اي مساق اخر. من الافضل ان يكونوا رموز مجتمعيه. انا ممكن ليه ما جبتش رمز مجتمعي؟ يكون معروف عند الناس، فالناس بثقتها فيه تثق فيا، او الناس بثقتها في هذه المراه تثق فيا كذلك. يبقى انا بالتالي بتكلم عن الرموز المجتمعيه اللي ممكن تكون اضافه للمؤسسه نفسها. أن يكون معروفا عنهم أنهم من أصحاب لي تاريخ في مغادرات. يعني الست دي عملت كذا وكذا 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 وكذا، الراجل ده عمل كذا وكذا 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 وكذا. أنا في بعض الأخوات في الكويت بدون ذكر أسماء، يعني أنا حصلت من مشروع، يعني اسمه ادفع دينارين تكسب الدارين. مبادرة جميلة عملوا منها يمكن 14 مدرسة في العالم كله. الانسان او الانسانه اللي عملت حاجه زي كده دي صاحبه مبادره، صاحبه فكر، صاحبه رؤيه. انا اخدها احطها في مجلس الامناء استفيد منها لانها عندها همه وعزيمه ورؤيه. من الافضل يكون رموز مجتمعيه كرموا من الحكومه او من حكومات اخرى، ومن الافضل ان يكون هم اصحاب مبادرات زي ما انا قلت قبل كده. من الافضل الا، اسمعوا بقى دي خطر، ده خط احمر بقى، لاننا بنتكلم عن الخطوط الحمراء. ألا يبث اتجاه سياسي معين داخل المؤسسة، لأن المؤسسة دي للمجتمع كله، تحوي الجميع، ثقافات مختلفة، عرقيات مختلفة، تواريخ مختلفة، قيم مختلفة، كل هذه تخش تحت بوتقة سهر كل هؤلاء تحت الإيه؟ البوتقة الإنسانية. لكن ما يجيش حد من الأمناء أو على مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الأمناء يصبغ هذه المؤسسة بصبغة سياسية معينة. نمرة واحد. ال 11 يكون على علم بتاريخ المؤسسه، مش جاي كده من الشارع ما يعرفش حاجه والمؤسسه مثلا بقى 40 او 50 سنه بتشتغل. لا ما ينفعش. اقرا عن المؤسسه، حد يعمل له اندكشن على المؤسسه، يعني يشرح له كيف بدات المؤسسه، المؤسسين، الانجازات، الاخفاقات، التحديات، الحاجات دي كلها. يكون على علم بتاريخ المؤسسه. وفي حاله الجماعه المهاجرين اللي جايين من بره دول لاوروبا او امريكا او كندا الى اخره، يكونوا ملمين بتاريخ ايه؟ بتاريخ وقيم وثقافه المجتمع اللي عايشين فيه. في ناس الى الان يا اخوانا ما بيتكلموش اللغه البلد اللي عايشين فيها، وعايشين مثل هذه البلاد بقالهم 30 40 سنه. دي نمره واحد. في ناس يا اخوانا ويا اخواتنا قاعدين في هذه الاماكن في ما نسميه الفقاعات الهوائيه المنعزله عن المجتمعات. طب ما تخرجوا المجتمع، مش عارفين مين اللي في الحاره اللي جنبهم، مين في الشارع اللي جنبهم، مين اللي الجار اللي جنبهم. دي نمره واحد. فلابد ان هؤلاء الناس من الامناء ها ما يكونوا يعرفوا تاريخ وثقافة وقيم المجتمع اللي هم عايشين فيه. ما يكونوش كده يغنوا في أغاني تختلف عن ثقافة المجتمع اللي هم عايشين فيها. يجب أن يكون هناك تنوع بين الأمناء في الثقافات وحتى في الجنس نفسه.
أين النساء والشباب داخل مجلس الأمناء؟ فلا بد إحنا وإحنا بنعمل مجلس أمناء نشرك غالبية المجتمع اللي هم 70 أو 80% من المجتمع اللي هم النساء والشباب كذلك، أو 60 70% منهم. يجب أن يكون الأمين بالنسبة للأمناء المهاجرين اللي هم لم يولدوا في الغرب أو في أي دولة دي، اللي هم جايين مهاجرين على أماكن أخرى، ما يكونش عنده مشكلة مع البلد الأم، هو كهربان كلاجئ سياسي يعمل مشكلة للمؤسسة، أو يكون عنده مشكلة في دولة أخرى كذلك. فذلك يستقصى أو يعمل بحث عن كل هؤلاء الأمناء قبل أن يشركوا أو يصبحوا من صناع القرار في هذه المؤسسات. نمرة 14 من خصائص الأمناء، يجب أن يكون قد اعتلى هذا الأمين في وظيفته بقى، يعني على الأقل يبقى مدير، يعني يصبح كي يعلم كيف يدير مجموعة من حوله. أنا عايز واحد يكون إضافة ليا في الإدارة، في المالية، في الإعلام، في كذا، فهو لازم يكون مدير، أو هي لازم تكون مديرة، تستطيع أنها تدير الموقف اللي حولها. يجب أن يكون، دي بقى اللي جديدة جدا، وده هقولها لكم ومش عارف نطبقها إزاي صراحة يعني، لكنها نقطة من إبداعات الشباب، نقطة من إيه؟ من إبداعات الشاب. بيقول إيه بقى الشاب هنا؟ يجب أن يكون هناك اختبار لقياس المستوى العقلي والنفسي للأمين قبل انضمامه للمؤسسة. ده معلوم المفروض نتكلم فيه مع مين؟ المفروض نتكلم فيه مع الأطباء النفسانيين. أقولها نمرة 15، يجب أن يكون هناك اختبار لقياس المستوى العقلي في مؤمناء. بسم الله ما شاء الله، يعني طالعين خارج السرب خالص 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 خالص. انت عايش في القرن ال25، هم عايشين في القرن ال25 قبل الميلاد. يجب ان يكون هناك اختبار لقياس المستوى العقلي والنفسي للامين قبل الانضمام للمؤسسه. ده دي طبعا صعبه، لكن اصبحت يعني جزء من خصائص اختيار الامناء. نمره 16، قد لا يشترط في بعض الاحيان ان يكون الامناء من اصحاب المؤهلات العليا فقط عشان ما نظلمش الاخرين، ولكن عوضا عن ذلك يكونوا من اصحاب التجربه والخبرات المجتمعيه التي تؤهلهم لكي يتاهلوا لهذا المنصب من خلال ما كسبوه من ثقه المجتمع فيه. يعني ما عنديش مشكله ان يكون في بعض الامناء وما عندهمش درجه جامعيه، لكن عندهم خبره مجتمعيه عاليه جدا في مجال من المجالات اللي هم يكتسبوها فيها. ده بالنسبه لخصائص الامناء في جمعيات خيريه ومؤسسات. المشكلة بقى فين؟ قلت لي بقى المشكلة فين؟ أنا أرجعك مرة أخرى للكلمة اللي قالها جمال، اسمه كده جمال تركي، وهو بيقول فيها إيه؟ بيقول أرجعك مرة ثانية، بيقول فيها إيه الكلمة دي؟ في أغلب الأحيان يعطى الأمناء الصلاحية المطلقة، ما فيش حاجة اسمها مطلقة في العمل. انسوا انسوا، والمؤسسات دي مش ملككم. خلاص نرجع بقى نشوف فين المشكلة. مشكلة حصلت في الحوار اللي حدث منذ أكثر من 25 سنة، منذ أكثر من 25 سنة، كما قلت 25 سنة، يعني في منتصف التسعينيات. فكان أحد أمناء ما يجلس هنا، وأحد المدراء التنفيذيين يجلس هنا، فالمدير التنفيذي بيكلم أحد الأمناء بيقول له طيب مين يحاسب الأمناء بقى؟ قول لي بقى يا فلان، يا دكتور فلان فلان، يا حاجه كده. قال له احنا اللي حاسبنا ربنا. ده فكرني بمين؟ فكرني بممثل سكر اسمه عبد الفتاح الاسري. الاسري، حتى بقول لكم الاسري، مش لا بالكاف ولا بالقاف ولا بالعين ولا باي حاجه. الاسري كده وهو ممخمخ وضرب له 2 قرصين حشيش كده وبتاع ده. قال له ايه؟ قال له ربنا يحاسبنا احنا. محدش يحاسبنا الا ربنا. يعني اصبح ليه صلاحيه مطلقه، بينه وبين ربنا ما فيش حجاب، يعمل في المؤسسه زي ما هو عايز. رد عليه الشاب ده وقال له ايه؟ قال له طب الله، طب مين اللي حاسبنا احنا بقى كتنفيذي؟ قال له احنا اللي نحاسبك. طب ليه ما تخليش ربنا يحاسبنا انا كمان؟ مش معنى ربنا يحاسبك انت وما يحاسبنيش انا، مش يبقى ايه نوزن الميزانيه صح؟ يعني شفتوا العقليه اللي من 25 سنه كانت تؤطر لمثل هذا العمل، بتقول ايه؟ احنا فوق انتوا تحت، وده مرفوض مرفوض مرفوض. تبدا المشكله بتاع هذا السؤال من 25 سنه. من يحاسب الامناء؟ فقال احدهم الله.
فسأل الآخر ومن يحاسب التنفيذين؟ قال الأمناء. فرد عليه وقال له إيه؟ قال طب ما إحنا برضك حاسبنا ربنا. أنا هقول لربنا حاسبني يا ربنا، لازم تحاسب الأمناء. من هنا يأتي الخلل في المحاسبية، لأن لابد من أن يوجد مستوى للمحاسبية لكل مستوى في داخل المؤسسة من الأمناء إلى عمال النظافة. يعني المحاسبية دي تكون طالعة نازلة. والحراس ولا أحد فوق المحاسبية، أو أحد فوق المحاسبة، أو أحد فوق الشفافية. خلاص؟ كلنا محاسبون في الدنيا وفي الآخرة. ما هي بقى المشاكل اللي بتواجهنا أو التي نواجهها في داخل مجالس العليا؟ دي نمرة 9 خاصة مجلس الأمناء. إيه بقى المشاكل اللي قدامنا؟ أنا هقول مشاكل يمكن أنا قلتها في محاضرات كتيرة جدا من زمان، يمكن أنتوا هتتعبوا مني وأنتوا بتسمعوا الكلام ده للمرة الأولى والتانية والخامسة والعشرة، بس إيه، فذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين وأنتم من المؤمنين بالعمل الخيري وإن كنتم لستوا على الدين الإسلامي إلى آخره. فالإيمان هنا هو الإيمان بالعمل الخيري والإيمان المجتمع، وهذا يختلف عن الإيمان بالدين نفسه. في كثير من الأحيان وكثير من المؤسسات نجد التالي بقى. إيه بقى المشاكل اللي عندنا بقى؟ يلا يا شباب معايا. أول حاجة الشفافية مش موجودة. عدم وجود الشفافية في اختيار الأمناء وكذلك التوظيف الموظفين. هات فلان وهات فلان وودي فلان وارجع فلان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عدم اتباع في سياسات احنا عملناها وصرفنا عليها عشرات الآلاف من الدولارات والريالات والدنانير إلى آخره، لكن ما بنتبعهاش. عندنا استراتيجية كده يا شباب، بصوا كده أنا جايبها إيه؟ هجيب أي أيوة بصوا أي الله، شفت البتاعة دي كده أي، شايفين كده؟ ده الاستراتيجية بتاعتنا. موجودة. طب أنت بتنفذها؟ لا. دي السياسات بتاعتنا، أنت بتنفذها؟ لا. فأنا عملت استراتيجيات والسياسات لا أنفذ منها شيء ولا أعرف عنها شيء. عدم اتباع السياسات والاستراتيجيات قالت لابد أن تكون مرجعية لكل الموظفين والأمناء. لما ثلاثة عدم الانفتاح على المجتمع، احنا مغلقين عشان خايفين حد يخش ياخد ايه سلطتنا مننا. يعني زي بالظبط زي المكيين القرشيين اللي هم يعني خافوا على سلطتهم التنفيذية في المجتمع، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم حاجة اسمها ربنا، هتنزع منهم السلطة الإدارية والتنفيذية والوجاهة داخل المجتمع. محمد بقى نبي، طب احنا ما فيش مننا نبي. محمد بقى رسول، احنا ما فيش مننا رسول. محمد عنده قرآن، ما عندناش قرآن. فلذلك هم الخوف من انتزاع السلطة دي كلها، عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من طاقات مين؟ أبناء المختلفة. واعلم إن المؤسسة دي هي ملك المجتمع وليس ملك الأحد إلا المجتمع نفسه. في حاجة هنا غلط يا علي، في شريحة اللي هي النمرة 19 دي مش موجودة، اللي فيها 4 عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من الطاقات زي ما أنا قلت لك، غيرها مش موجودة. عدم، أنا هحاول أجيبها دلوقتي. التوظيف والتعيين الانتقائي. يبقى احنا قلنا في الشريحة اللي فاتت آخر واحدة عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من الطاقات بأبناء المختلفة. نمرة 4 اللي هي التوظيف والتعيين الانتقائي. أنا بقى مزاجي إن أنا إيه الشاب ده عينه أو الشابة دي عينها بناء على فكره وفكري، عشرته وعشرتي، قبلته وقبلتي، مرجعيته الدينية ومرجعيتي الدينية، مذهبه ومذهبي، عيلته وعيلتي إلى آخره. الانتقائية في التعيين والتوظيف دي نمرة 4 من المشاكل وما زالت بتواجهنا إلى يومنا هذا. المكوت التأبيد الأمناء في مراكزهم وعدم التغيير والإحلال. يعني الإيمان أعد لك أمين، أنا أعرف والله بقعد بغني الأغنية دي بقالي 20 سنة على الأقل، إن بعض الأمناء أنا شفتهم من 20 سنة هم نفسهم موجودين من 20 سنة وقبلها ب10 سنة. المكوت التأبيد الأمناء في مراكزهم وعدم التغيير والإحلال، عدم وجود سياسة، عدم اشتراك المرأة والشباب في هذه المجالس، الخوف الغير واقعي، الناس خايفة هياخدوا المؤسسة مننا، هياخدوها مننا، شايفين دول جايين بفكر جديد، ده جاي هيجيب لك فلانة وفلان عشان تخطفوا المؤسسة، واحنا الوحيدين اللي احنا نقدر نحافظ على المؤسسة ومقدراتها وقيمها. ايه ده؟ طب انت مت ما ربيتش حد،
ما عملتش احلال وتغيير، ما عملتش نظام، هتضيع المؤسسه. الخوف الغير واقعي على المؤسسه بمعنى انه لا يرى هذا الامين مصادر الخطر الا هم فقط اللي يشوف في الخطر فين والصح فين والصواب فين، هم فقط المدافعون الوحيدين عن المؤسسه. خطر 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 خطر. لما 8 تهميش التنفيذيين، قال لا ده موظف يا عم، انا بدفع لك مرتبك، اسكت ما تتكلمش. يبقى الموظف كده قاعد كانه سكرتير وهو مدير تنفيذي وذليل ومش قادر يتكلم عشان خايف على وظيفته، واول ما تجيله فرصه يسيب المؤسسه ويمشي او تسيب المؤسسه وتمشي. تهميش دور التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم وتدخل في العمل التنفيذي. قاعد لك انا بقى كل يوم، انا هاجي لك، ما انا اصلا متحال على المعاش ماليش حاجه اعملها وكذا، وكل يوم طب اعمل لنا اوضه عشان نقعد فيها. انا كنت في مؤسسه من المؤسسات في لندن، في اوضه للامناء يقعدوا فيها، وكانها يعني فرض عين على المؤسسه ان كل يوم يجي امين يقعد هناك. طب بتعمل ايه يا اخويا؟ جاي تعمل ايه عندنا؟ جاي تعمل ايه عندنا؟ دي حاجه. تهميش دول التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم والتدخل في العمل التنفيذي اليومي لما تسعى لاستفاده بعض، دي خطيره خطيره خطيره، استفاده بعض الامناء من اموال المؤسسه مقدار النص. انا كنت اعرف وما زلت اعرف مؤسسه في بلد ما، اعضاء مجلس الامناء او الاداره كلهم عيله واحده، وما هياش فاونديشن، هي مؤسسة عامة، كانوا بيجوا معانا للخليج يجمعوا تبرعات باسم المؤسسة اللي هي الأب هو رئيس المجلس والابن كذا والبنت كذا. طب وده دي مؤسسة مش بتاعتك، بتاعت المجتمع. الاستفادة من أموال المؤسسة حصلة، والله حصلة، والله العظيم ثلاثة حصلة، أقسم بالله العظيم حصلة، ومقدرات المؤسسة في أماكن مختلفة في العالم. شفت قد إيه؟ ده حرام، دي من الإيه؟ من الحرمانيات ومن الكبائر. يبقى التوظيف والتعيين الانتقائي على الفكر والعشيرة والقبيلة والمرجعية الدينية والمذهبية والعائلية إلى آخره، المكوث التأبيد الأمناء في مراكزهم وعدم التغيير والإحلال، عدم إشراك المرأة والشباب في هذه المجالس. نمرة 7، الخوف الغير واقعي على المؤسسة بمعنى لا يرى مصادر الخطر إلا هم وهم المدافعون الوحيدون عن المؤسسة. نمرة 8، تهميش الدور التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم والتدخل في العمل التنفيذي اليومي. نمرة 9، استفادة بعض الأمناء من أموال المؤسسة ومخططات المؤسسة. نرجع مرة ثانية ل نفس اللي هو من المشاكل اللي بنواجهها ده حاليا. المشكلة نمرة 10 اللي هي عدم إلمام الأمناء بإيه اللي يخلي الواحد تعبان. يعني العمل السوري في تركيا يخش في النقطة دي، عدم إلمام المجتمع الأمناء بواقع المجتمعات التي تعيش فيها مؤسستهم. جايين إحنا مهاجرين وجايين لاجئين وجايين موجودين هناك منغلقين على نفسنا، حتى مش عارفين المجتمع التركي المسلم اللي هو زينا ومحتضننا بيعمل إيه أو ثقافته إيه إلى آخره، انعزلنا. وده بيجعل الحكومات وغيرها تكون واخدة موقف مننا. ده بقى مش بس في تركيا مع الجماعه السوريين، لا ده في كل حته في العالم، حتى هنا في اوروبا. عدم المام الامناء، ها في زي ما انا قلت قبل كده، يعني المجتمع اللي عايشين فيه هو في ايه؟ ليه المؤسسات بتعمل كده؟ انا جاي من مجتمع ليه ثقافه مختلفه. والله ثلاثه يا شباب، المجتمع بتاعي اللي انا جاي منه تغير 180 درجه من حين تركته، ولو رجعت له مرة أخرى مش حاضر أتعامل معاه، لأن خطأ خطوات مختلفة عما كنت أراه وأنا أعيش فيه من 30 سنة. وآتي هنا لمجتمعات أخرى أريد أن أطبق فيها ما كنت أطبقه في مجتمع من 20-30 سنة. شوف العقلية. لذلك نرجع للنقطة دي ونقول إيه، نقول إحنا عايزين نعمل كشف على عقلية الإيه الأمناء قبل أن يعينوا أمناء، زي ما اقترحوا بعض الشباب الموجودين عندنا. نمرة 11، السطحية والتقليدية في التفكير للأمناء. طبعا يعني لو ما كانش المعايير أو الخصائص اللي حطيناها فيها هيعملوا كده. نمرة 12، عدم إدراك الأمناء بإيه؟ بقوانين الدولة اللي إحنا بنعمل فيها. يعني بتعمل فيها الجمعية سواء كانت هادية في المكتب الرئيسي أو في المكاتب الأخرى في الميدان. نمرة 12، الزج بالمؤسسة في مبادرات غير مدروسة وحتى لو كانت إنسانية. أنا أعرف في بعض المؤسسات
طلع رئيس المؤسسة كده صحي من النوم ولقى إن في مشروع كبير باسم رئيس دولة مرموق على مستوى العالم وما فيش فلوس ليه، وقال كلمة 10 مليون أو 5 مليون أو 15 مليون من غير ما يستغرب لا مكتب تنفيذي ولا أمناء، وانطلقت الكلمة دي في مؤتمر عام، فانبطحت المؤسسة بجميع مكاتبها عشان تجمع هذا المبلغ عشان إيه تلتزم بمثل هذا التعهد. زج المؤسسة في مبادرات غير مدروسة وإن كانت إنسانية لكن مش مدروسة، ما هياش في الاستراتيجية، ما هياش في الأهداف بتاعتنا اللي موجودة، ما هياش في ميزانياتنا حتى. فدي المشاكل اللي احنا بنواجهها في داخل المؤسسات. مين بقى يحاسب الأمناء؟ والأمناء قالوا ربنا يحاسبنا. فكان انت المقولة اللي اتقالت من 25 سنة ما بين أحد الأمناء وبعد المدير التنفيذي، قال لك ربنا يحاسبنا. انا بقول لك بقى، مش عاوز نمشي بكلمه، نحن نقول كلنا يعني نقول ان المواطن في اي مجتمع من حقه ان يحاسب الامين ويحاسب المدير التنفيذي، لان هذا مال عام، هذا مال فقراء ومساكين، لابد ان نعامل فيه كما يعامل عمر الخطاب مال الفقراء والمساكين. يبقى المواطن يحاسبك، من اين لك هذا؟ لما طلع عمر رضي الله عنه ولبس جلابيه، كانت جلابيتين او رداء رداءين، فقال له نحن كل واحد فينا خد رداء وانت خدت اثنين يا عمر، يعني انت اطول مننا، من اين لك هذين الجلبابين؟ فخلى ابنه على الملأ يرد عليه عبد الله يقول له انا يعني اهديت ردائي لابي. ايوه، من حق المواطن ان يحاسبك، انت لست فوق القانون ولست فوق الشبهه ولست فوق اي حاجه ولست عندك اي صلاحيه مطلقه. يحاسبك ايضا الفقير المسكين، ده ماله الفقير والمسكين؟ يرى انه يعيش شرف العيش في خيمه، يعني نرى النساء السوريات اللي هم كانوا عايشين في مجتمع محافظ منذ 10 سنين، ها، وكان للمراه حرمه وللفتاه حرمه وللبيت حرمه وللاسره حرمه، والان ما فيش حرمه لاي حرمه، وانت قاعد بتصرف الاموال بالطريقه دي. انا كلاجئ، انا كنازح، انا كايتام، انا كيتيم، انا كارمله، او من حق ان انا احاسبك، لان ده مالي 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 مالي. من حق الموظف داخل المؤسسه انه يحاسب الامين ويحاسب رئيس مجلس الامراء الامناء، زي ما الشباب، زي ما رجل هذا واوقف عمر رضي الله عنه في المسجد، ها، وزي ما المراه قالت لعمر يعني ايه يعني لا تتحدث في المهور، وقفته، انت مالك انت يا عمر؟ وان اتيتم اتونا قنطارا، وانت تقول ما تاخدوش؟ صدق امراه وايه ويعني ولم يصدق عمر في هذا القول. وقفته وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ولما جاء ابو بكر رضي الله عنه وعين خليفه او امير على المؤمنين، قال يعني انكم تعينوني بارائكم الى، مش فاكر بس النص بتاع الايه، القول بتاع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. يبقى ده الموظف لابد يكون آمن وهو بيقول للأمين أنت غلطان، مش لما يقول الكلمة دي يقوم الأمين قايل للأمناء بتاع شغب ارفدوه من عندنا مش عايزينه، واخدين بالكم؟ المانحين يحاسبوك لما يدوك أموالهم، سواء كان دي سواء كان مانح دفع 5 ريال أو 10 ريال أو 50 ريال أو دفع 1 مليون ريال، القيمه ملاش ايه دعوه بالمساءله. المؤسسات الثانيه الاخرى، في مؤسسه لقيتك ان انت في مكان معين، انا كنت في مكان معين في موزمبيق من سنتين تقريبا لما كان حصل هناك اللي هو الاعصار ده، وفي ناس يعني شاب مات واخد بالك، حصل حادثه الى اخره الى اخره، ويقال ان كان معاه كميه من الكاش الكبيره والكميه دي راحت اختفت. مين يحاسب المؤسسه على انك تحمل كميه من المال زي كده هو، ها، وانت في عربه ضاعت الاموال؟ مين يحاسبك؟ الموظف لو اتكلم ممكن تفقد وظيفته. الموظفين عاملين في المؤسسات ان امنوا على مستقبل وظائفهم. المانحين، المؤسسات الأخرى المثيلة، الوزارة اللي ادتك التصريح والهيئة اللي ادتك التصريح، زي ما هنا المفوضية العليا للعمل التوعي، أو في قطر في مفوضية، أو
حاليا في وزارات، في بعض الوزارات، في الكويت، في مصر، في كل الدول ايه المختلفه دي، اللي هي المؤسسه الوزارات او الهيئه الحكوميه المخوله باعطاء التصريح ورقابه اداء المؤسسات والجمعيات الخيريه. بعض المسؤولين في وزارات اخرى، مثلا في وزارات الماليه، في الجهاز المالي للدوله، المحاسبات، في الادارات الامنيه اللي بتتكلم عن الامن في بعض الاماكن، وانت رحت فين وجيت منين، في المؤسسات الاستخباراتيه اللي ممكن تحاسبك. ليه؟ لانها شايفه وبتسمع، بيجيلها تقارير مختلفه عن المؤسسات الاخرى، والامين راح هنا فين، وده حصل كتير جدا خاصه في المناطق اللي فيها صراعات مسلحه او فيها جماعات مسموحه او فيها جماعات ارهابيه. لو انت عندك في مؤسستك في جمعيه عموميه، هي اللي هتحاسب المجلس الاداره. لو كان ده جزء من الهيكل الاداري او الهيكل اللي هو اللي بنسميه هو الهيكل البنائي للمؤسسه. اي حد في الاكاديميه، لان الاكاديميين قراء ملمين بما يحدث في العالم اكثر من ان احنا كتنفيذيين. الاعلاميين لانهم اصحاب تواصل مجتمعي مع كافه الدوائر المجتمعيه، النقابيين اصحاب النقابات، الاتحادات العماليه وغيرها، النيابيين اللي هم في البرلمان، الحقوقيين اللي هم المحاميين الى اخره، كل هؤلاء والشخصيات العامه. ليه؟ لان انت مؤسسه مال عام. الجمعيه الخيريه هي مؤسسه مال عام، فيسائلها وينصحها كل مواطن دفع قرشا او فلسا او درهما في المؤسسه، حتى ولو لم يدفع. حتى السفارات الأجنبية والمؤسسات الدولية من حقها أنها تسائل وتستفسر، لأنها في يوم من الأيام أعطت أو هتعطي في يوم من الأيام رأت في دولة أخرى ماذا يحدث من هؤلاء الأمناء أو غيرهم، لما شفنا في القضية السورية والقضية اليمنية وفي قضايا أخرى في أماكن مختلفة. دي احنا اتكلمنا عليها، لأن دي شريحة موجودة غلط. ايه الحل بقى؟ احنا قعدنا نتكلم معاكم، انا مش عارف اتكلمت قد ايه دلوقتي الله اعلم، لكن قعدنا نتكلم معاكم الفتره دي كلها واحنا بنقول ايه الحل بقى يا شباب؟ طب اتكلمنا في كل المشاكل وكذا وكذا، تعالوا بقى على الحل. مفيش مشكله الا بنحاول نجد لها حل. ايه الحل؟ اول حاجه في الحل لهذا هو اتباع المعايير الانسانيه والقوانين الممنهجه والممنهجه للحوكمه الرشيده. قوانين ممنهجه وممنهجة، مش عشوائيات انفعالية. اتباع المعايير الإنسانية والقوانين الممنهجة للحكامة الرشيدة، خاصة الشفافية والمحاسبية والمساءلة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وضع هيكل تنفيذي. اسمعوني في هذه الكلمة ودي مهمة جدا 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 جدا. واضح المعالم لكل قسم وإدارة وقطاع. واضح المعالم بكل قسم وإدارة وقطاع، مع إعطاء وصف وظيفي لكل من هذه الأقسام والإدارات والقطاعات. يبقى في وصف وظيفي، في هيكل إداري، وفي صلاحيات، صلاحيات وإيه تاني، وسلطات. وإعطاء بقى دي اللي أخطر منها، إعطاء صلاحية الإنفاق لكل قسم أو إدارة أو قطاع وفق الخطة السنوية الموافق عليها. يعني معناه ايه؟ انا عندي هيكل، في الهيكل دي في مشاريع هتنفذ وفي ميزانيات هتنفق. كل رئيس قسم او مدير ادارة او مدير قطاع عنده ميزانية لقطاعي او قسمه او ادارته، وعنده صلاحية وعنده سلطة او عندها سلطة تنفذ مثل هذه أو تنفق مثل هذه الأموال وفق الميزانية والخطة الموضوعة، مش وفق إن كل شوية الرئيس هو اللي يديك. لا، الرئيس هو اللي يديك، ده اسمها تبعية التبع، تبعية التبع اللي هم الذين لا ظل لهم ولا أثر لهم ولا تأثير لهم في المجتمع. أقولها مرة تانية، وضع هيكل تنفيذي واضح المعالم لكل قسم وقطاع وإدارة، مع إعطاء وصف وظيفي لكل من هذه الأقسام والإدارات والقطاعات، وإعطاء صلاحية الإنفاق لكل قسم، يعني رئيس القسم أو إدارة، يعني مدير الإدارة أو قطاع، يعني مدير القطاع، وفق الخطة السنوية الموافق عليها.
مش كل شويه المدير التنفيذي هو اللي يمضي او رئيس المؤسسه هو اللي يمضي. ده شغل فناكيش. شغل ايه؟ فناكيش. واللي مش عارف فناكيش معناها ايه يروح يتفرج على فيلم عادل امام بتاع الفنكوش. لما ثلاثه اعتماد الخطه والميزانيه السنويه. في خطه وفي ميزانيه كل سنه بتعتمد، وفي استراتيجيه بتتعمل كل سنتين او كل 3 سنين او كل 5 سنين على حسب ما احنا عايزينها بننفذها. يبقى كل برامجنا ومشاريعنا من خلال الاستراتيجيه ومن خلال الخطه السنويه. خلاص. ممكن نسيب بند اسمه الطوارئ او المستجدات، ده يكون بند نتفق على سياسه كيف تصرف الاموال فيه، لكن ما يكونش ده القاعده والباقي استثناءات. نمرة 4، إعطاء الصلاحيات الكاملة للتنفيذيين وتمكينهم وعدم التدخل في الشؤون التنفيذية إعطاء الصلاحيات الكاملة للتنفيذية وعدم التدخل في الشؤون التنفيذية إلا إذا حدث خلل. لما يحدث خلل نتدخل، لكن ما حصلش خلل توكلوا على الله. نمرة 5، وضع السياسة لاختيار وتجديد الأمناء اللي هو التتابع الإحلال وتعيين الأكفاء من الموظفين. نمرة 6، بناء الإدارات المالية الداخلية. أخطر حاجة في أي مؤسسة هي عدم وجود جهاز مالي قوي يراقب الـ 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 الإنفاق والجلب. أسهل حاجة نجمع المال، أصعب حاجة نصرف المال. نمرة 7، إحداث منظومة للتطوع داخل المؤسسة وبناء القدرات. مين؟ القدرات البشرية داخل المؤسسة وتنمية بناء الموارد البشرية داخل المؤسسة. يبقى منظومة التطوع، بناء قدرات، وتنمية موارد بشرية داخل المؤسسة. نمرة 8، الالتزام باتباع القوانين اللي وضعتها الدولة. يعني في قوانين للدولة وفي استراتيجيات وسياسات المؤسسة. الالتزام باتباع القوانين التي وضعتها الدولة لعمل المؤسسات الإنسانية والاجتماعية والخيرية داخل هذه الدولة. هنخرج على القانون هنحاسب، هنغلق، هنفضح، هتصدر أموالنا. لما تسعى الاستثمار في بناء ايه تاني؟ قدرات المتطوعين من الشباب الموظفين. مره اخرى يعني كلام بناء قدرات مع المتطوعين او مع الموظفين نفسهم. نمره 10، اعتماد البحث العلمي. ما يبقاش كل مشاريعنا رؤيه رأيناها في المنام. اعتماد البحث العلمي قاعده للحفاظ على مسيره المؤسسه، والبحث العلمي بيكلف. يبقى بالتالي في ميزانيه تودع في انفاق المؤسسات بناء على ايه؟ ان نعمل بحث علمي السنه دي 5% او 3% او 4% او 6% 7% من المؤسسه، من ميزانيه المؤسسه الانفاق السنوي. يبقى اعتماد البحث العلمي قاعده للحفاظ على مسيره المؤسسه، الاستثمار في بناء الوقف المؤسسي الذي يحافظ على استدامه عمل المؤسسه. انا افكر في 20 سنه قادمة أو 30 سنة قادمة، إن أنا في 20-30 سنة دول إن أنا أجعل كل المصاريف الإدارية تستخلص من العائد المادي للأوقاف لهذه المؤسسة. يبقى هنا أستطيع أن أقول في كل درهم أو كل ريال أو كل فلس أو كل سنتيم هو بينفق 100% على اليتيم والأمارة المسكين، لأن أنا كل المصاريف الإدارية عندي أوقاف بنتها في خلال 20-30 سنة تستطيع هي نفسها تدفع مصاريف إدارية، وبعد ذلك تعمل مشاريع منها. نمرة 12، اعتماد مبدأ التواصل والتشبيك وبناء الشراكات وقاعدة لحماية المؤسسة وخفض الإنفاق. كل هذه الأشياء هي أشياء إصلاحية، أشياء إصلاحية، أشياء إصلاحية. يعني فيها 12 نقطة أو 12 نقطة للحل. وفي قبل كده 10 نقط لمن يحاسب الأمناء، وفي قبل كده 13 نقطة في ما هي المشاكل، وفي المشكلة احنا عرفناها طبعا، وفي خصائص الأمناء فيهم 16 نقطة، وفيهم يعني وهكذا. فكل هذه الأشياء بنتكلم عنها احنا وهي اجتهادات مننا، وأنا بشكر كل الشباب اللي ساعدوني وضع هذه المقولة أو المحاضرة أو اللقاء بيني وبينكم النهاردة. وأتمنى إن شاء الله نحن نتواصل مع بعض سواء في الأسئلة أو في الاقتراحات أو في كذا أو في كذا، وممكن أنتم تتواصلوا معي عن طريق السوشيال ميديا العلامات بتاعتهم اللي هي سواء كان اليوتيوب أو الفيسبوك أو التويتر أو الانستغرام زي ما أنتم شايفين معايا.
وطبعا اشكركم جزيل الشكر، وغدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله الساعه 6 مساء بتوقيت لندن، 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه، هتكون نفس المحاضره بس بلغه زي tomorrow ان شاء الله. if we live till tomorrow will be the same talk but who same talk will be at 6 o'clock UK time, 9 o'clock مكه time. Well, thank you very much and thank you very much. May Allah bless you. جزاكم الله خير wherever you are, whenever you are. وجزاكم الله خير حينما كنتم وأينما كنتم وكيفما كنتم في كل مكان وفي كل زمان، بغض النظر عن الدين والعرق والخلفية الثقافية والجندرية إلى آخره. هل هناك في أسئلة أخ علي ولا ما فيش؟ في استفسارات ولا لا فيش؟ دكتور حين ما فيش أسئلة. طب جزاكم الله خير، يعني ريحتنا، ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور. شكرا. مين ده؟ جمال تركي؟ ايوه ترك بالسكون ترك. طيب ترك خلاص انا ذكرتك اليوم. الله يرضى عليك، انا تابع المحاضره من اولها، كنت ناطر فقره الاسئله. خلاص خلاص المره الجايه بقى ان شاء الله. اوكي ننتظر ان شاء الله.